من أمام مقر ولاية وهران اجتمع أنصار جمعية وهران في وقفة احتجاجية تنديدا بالوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة. وإثر ذلك أوصل المحتجين رسالة مكتوبة تحتوي على عدة مطالب، من أبرزها مطالبة السيد الوالي بالتدخل العاجل لإعادة القطار إلى سكته وإبعاد القائمين على الشركة أو النادي الهوي. وضعية الجمعية الغير مريحة ما هي إلا شجرة فقدت إخضرارها وسط غابة فقدت الكثير من جمالها. وفي انتظار أخبار سارة يبقى أبناء المدينة الجديدة في انتظار الرد الوافي والشافي. احنا جمعية وهران عمرها في حياتها ما صارت لنا كيما هذه السنوات اللي فاتت، صارت لنا مشاكل بزاف كبيرة. احنا عندنا المسيرين ضعاف 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 فاشلين، ما درش المسؤولية تاعهم، ما قدموش المساعدة للفريق، والجمهور هذا يطلب من السيد الوالي يتدخل في أسرع وقت، لاخاطش الجمعية رايحة في الهاوية. وهذه جمعية وهران مدرسة من كبير من بكري، لعبنا احنا البطولة الجزائرية من كانت الجهوية لعبناها بكري، ولعبنا البطولة لعبناها متضعفة، لعبنا بطولة ضعيفة لعبناها، بصح ما صرالناش المشاكل مع المسيرين كيما هذا العام. هذا العام صار مشكل كبير 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 كبير، اللاعبين ماشي خالصين، الإدارة فاشلة، وجمعية وهران مدرسة كبيرة وفريق عريق، وهذه تبريزونتي مدينة وهران. حنا نضمنوا من الولي يتدخل في أسرع وقت. أنا نهضر على روحي، أنا عندي 51 عام في لازم، مازال ما ديناش الشيت، فاتوا رجال وصلنا لعبنا طلعنا الفوق شوية نهودوا عام ونطلعوا، هذا العام نهودوا بالسبع سنين ونطلعوا عام، نهودوا بالسبع سنين ونطلعوا عام. أنا نطلب الرحيل هذه الإدارة يا سيد الوالي، الرحيل هذه الإدارة ما يديرها والو، دراهم وراهم، دراهم اللي طيبتهم منهم وراهم، نطلبوا الرحيل من الأول التالي، ما ناش قابلين، ما كان والو، نزيدوا احتجاج ونزيدوا ونزيدوا. هذه الإدارة وسخت لاص بما فيه الكفاية، لا بريزونس تاعنا يروحوا، هاد الناس ما يصلحوش، إيزون أوكين ريلاسيون مع لو فوتبول، وسخوا لي ماتش تاع لاص. ونعطيك معلومة، لاص سي لو سول كلوب لي كاع في لي كومبيتيسيون دي تروا شامبيونا كونسيكوتيف في الباسكت، شامبيونا في البوكس، في الهوند، في التنس، لي كاتيغوري تاعنا عندهم كاع لي تيتر، من وصلوا الفوق الإدارة ما تخدمش خدمتها، والفيدرالية ما تحميناش. من أنت تدي لي 10 تاع لي جوار، تدي لي إكزومبل بالزرقاء، حدو مولاي، قايد، تصاوت، إكسيتيرا، بصيف نطيح. هاد الإدارة وسخت لازم، وسخت ديماج تاع لازم، وأكثر من هذا عمري ما شفت إدارة في حياتي تكره لي سيبورتير تاعها. مدير ما عنده تسيلة بالبولة، كبير عليه لازم، لازم كبير عليه بعد السماء على الأرض. هادو سي دي جون ماشي بروبر، حنا باغي لا بريزونس تاعنا هنا، باغي دي جون بروبر. أنا عندي 57 عام زدت الحمري ونبغي جمعية، باسكو جمعية ستان كلوب بروبر، يلعب بولة نقية، ما عندناش لي تيت، بصح عندنا حاجة أكثر من لي تيت، عندنا ليستيم دو بيبليك ألجيريان بار لا كاليتي دو جو تاعنا. هاد الإدارة كيما راهي ديغاج، ماشي في المستوى، ماشي مستوى تاع لازم، ما عندهم تصيلة. بريزيدون هذا بريزيدون بالنسبة لي أنا ماشي بريزيدون، ما نسمحش به، وأنا عمري ما شفت دو بريزيدون، مورو ومروان، هادو سي دي بيرسون أيكارتي دالميستراسيون، يروحوا بهم ما عطاهم ربي، بلاصة كبيرة عليهم خويا. كبيرة عليهم في الجمعيات العامة، عمركم أنتم الأنصار ما تقدمتم ولا سمحتوا؟ لوكاسيون ما كانش لوكاسيون، يعطونا أون دات من بعد يعاودوا يفيكسيو أون أوتر دات بيناتهم. لجنة الأنصار ماذا بينا تنحل، باسكو ما يمثلش كاع الأنصار، هذاك الشخص يمثل الإدارة. أنا عمري ما شفت لجنة الأنصار تمثل الإدارة، ما يمثلناش زيماكو، ما يمثلناش، عمرها ما كان ممثل للأنصار. الحاجة الزوجة خويا 2 مليار اللي مدها هذا الخطر الوالي، لي جوار قال لك ما خلصناش، الإدارة خلصت، هما داو حقهم، ولي جوار ما خلصوش، كي بغيت جوار يديك روندمون، أون بليس حنا لازم سي نيكول، نلعبوا بولادنا. كاع العوام اللي طلعناهم طلعنا بولادنا، ما تبيعليش ولادنا في لي سبور، تروح تبيع لي جوار، تبيع لي لوزمون اي سبور تبيعه، سا سوي با سا سوي با. حنا بدا بينا نلعبوا غير بولادنا ونطلعوا، ولاص مليق لها غير ولادها يوقفوا فيها، براني يخطينا هذا ماك اخويا. انا ملي نعقل على روحي دوبوي 1964 جافي 10 وانا تبع لازم، انا هذه لازم دخلها لي خالي خال الشيباني ابو كبير بغداد فونداتور دو لازم. عمري ما شفت لازم حياتي نلعبوا الفوق، نلعبوا الفوق ونطيحوا، راهي حياتي نفرح غير كي تطلع لازم ونعاود كي يطيح نكره.
هذه راني في 50 عام نتبع لازم، عمري ما كرهت لازم، عمري ما قلت يا ربي طيح لازم باش طيحوا في ديزون دونار باش هادو يوخروا، على خاطر تحت ما كانش درهم، تحت ما كانش درهم، كي يطيح تنجم القانون يوخرهم، هكا ما يوخرهمش القانون. حنا دروك لوفي دروك لوفي في دروك الحل الشيء لاق الحل دروك راهي عند الاداره عند الـ عند الـ عند الدوله الرحيل الدوله باسكو الدوله راهي تمد لهم الدراهم، كي الدوله تمد الدراهم هي تحاسبهم، حنا ما عندناش قانون ما عندناش قوه باش نحاسبوهم. صح شيخ في لاسومبلي. السلام عليكم. انتوما ماكوش تحضروا لاسومبلي ما خلوناش. غادي نعطيك معلومه على لاسومبلي. انا هذا السيد الضعيف اللي يتكلم حداك كنت رئيس فرع كره اليد، الوالي اللي قيسقسي لو راهي لا سيكسيون هوندبال تاع لازم، وغادي نعطيك معلومه لا سيكسيون هوندبال تاع لازم انقلعت على خاطر 150,000 دينار، يعني من جي تبدا العام اللي قد تخلص لونجاجمون. الور لونجاجمون لازم اسم كبير ما نجموش يخلصوا لونجاجمون تاع 15,000، انا كنت معاهم وانا هو الرئيس جعدان حميده رئيس فرع كره اليد. وغادي نعطيك على لاسومبلي، لاسومبلي يفو ريفوار لا ليست في لا دي جي اس، لا ليست اي تي فالسيفي موديفي. انا نعطيك لا ليست نيميرو 94 الاسم تاعي، مين رحت باش ندخل لاسومبلي لقيت 94 اسم واحد اخر. نطلب من السيد الوالي انه يتدخل اونيفو دو لا دي اس باش يشوف لا ليست تاع لاسومبلي، هذيك هي اللي 2000 فو في جمعيه وهران. نهار اللي يكون كاين لاسومبلي راه يلايم الغاشي، يلايموا كاع الغاشي، يجيبوا كاع اسماوات واحد اخرين. وين راه عمي؟ وراه الناس الكبار اللي كانوا في لاسومبلي؟ مي تهضر معاه يقول لك اللي راه يموت قانون، اللي يموت نقلعوه. الناس راهم حيين في لاسومبلي، مي راهي تدخل كانت 140 بيرسون راهي 37 38، ومن بعد يقول لك كي كوروم نواتا تعاود يفو ريفوار لا ليست. والنقطة السوداء في جمعية وهران راني نقولها لكم، رئيس الشركة كيما راه يقول باللي الوالي ما ينجمش يتدخل باسكو سيتون سوسيتي عندها قوانين تاعها، حنا هذا الشعب اللي راه واقف اليوم نطلبوا برحيل اسم واحد اللي هو بعيد على جمعية وهران، هو مورو اللي السيد هذا مورو يبعد على جمعية وهران، راه عنده راه عنده تريب راه كاع يروحوا راه عنده تريبل فونكسيون هادو كاع عندهم كاع يروحوا كيما راهم يطلبوا كاع الاداره لي سالاري اللي راهم يخلصوا يوخروا اللي راهم يخلصوا كاع راه عندهم تريبل فونكسيون عصابه هذه الاداره. وكاين كاين ناس راهم بدراهمهم ويحبوا جمعيه وهران حتى خارج الوطن راهم يستناو بهذه الاداره توخر ويدخلوا، راهم واجدين باش يخدموا جمعيه وهران. وبالمناسبه نشكر القناه البايه اللي راني نشوف فيها الوحيده كما قالوا الزملاء تاوعي، زعما نقولوا حنا باللي هاد الاداره اللي تاع جمعيه وهران مشنا من عندها والو، من نهار هما اللي كتبوا هاد الفريق تاع جمعيه وهران مشنا من عندهم حتى حاجه، غير الكاذب يبيعوا في لي ماتش يبيعوا في الجواله، ما كانش دراهم ما عندكمش دراهم ما قدرتوش عليها وخروا قلتوا باش المدرجات راهي شاغره، راك تشوفوا استاد بوعقل كي تشوفوا جمعيه وهران بدون جمهور تلعب، الشعب صايف فاق الناس فاقد صاي فاقد، بكم الاكاذيب تاع الجهات تكذبوا على الجورناليست تقول غادي يلعبوا على الصعود غادي نجيبوا فلان غادي مشنا من عندكم والو غير الكاذب، بهدلتوها خلاص بهدلتوها، راك تبيعوا لي ماتش عيناني بهدلتونا حنا قلوبنا ضرونا مانيش باغي نسمعوا في الفرقه. اليوم ان شاء الله تلمينا باش سيد الوالي يعطينا حل يعاوننا، سيد الوالي حنا نطلبوا منك تعاوننا، حنا وقفنا مسيره سلميه باش تعاوننا نفتوا الانتباه للسلطات، وهذه حنا هادو مشنا من عندهم والو، انا مادام هما في لاز ما تشوفوا والو من لاز ما تشوفوا والو، غادي الفريق هذا غادي يزيد يهود تحت. السلام عليكم على التفاته جمعيه وهران فريق الاجداد. السلام عليكم. جمعية أصبحت بضاعة يتلاعب بها أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم. نريد تغيير جذري، مروان أومامير مورو ليس لهم علاقة بجمعية وهران. نريد تغيير جذري، جمعية وهران مكانها ليست القسم الثاني. دروك ولينا فريق أحياء يربحونا ولينا بضاعة، الجزائر قاعدة تعرف باللي لازم يبيعوا ويشروا. ولا دايرينها بضاعة، جمعية درك ولادها رانا بارتو نعرفوا كاع بن عيادة تابتي كاع عندها ولادها، مي دروك البراني راه يجي ويجي
شاء الله بربي نريد تغيير جذري ونطالب بتدخل الوالي لانه فساد يوقع في جمعيه وهران. بون السلام عليكم، نشكر قناه الباهيه تي في على هذه الالتفاته. بون الشروطيه تاع كما قالوا كاع الانصار، الشروط راهي واضحه وباينه، الشروط راهي متمثله في الاداره الحاليه اللي راهي قابضه جمعيه وهران اللي ما شفناش معها الخير. هذه الاداره ان شاء الله يا ربي تتنحى دروك في الحين، ان شاء الله نطلبوا من السيد الوالي ان شاء الله هذه الاداره هذه ما تزيدش تقعد دقيقه في هذا ليكيب، هذا الفريق العريق دوزيام في تاع وهران. ان شاء الله الاداره توخر علينا، المطالب تاعنا راهي واضحه وباينه، نسيتوا هذا ليكيب راه يمر في مرحله جد وحساسه. احنا بالنسبه لي انا نسمي هادو اللي راهم قابضين جمعيه وهران، هادو يتسموا كونسير تاع الفريق، كونسير قادم جمعيه وهران، ماشي ناس تحب الفريق وناس خاطيها الرياضه، وان شاء الله يوخروا علينا ان شاء الله. احنا نطلبوا هاد الانصار كاع اللي راهم هنا تلايموا في هذا البرد وفي هذا الامطار امام المقر الوالي، ان شاء الله هذا الوالي ياخذ بعين الاعتبار هاد لي سيبورتا اللي جاو، هادو الكبار هادو الصغار، ان شاء الله يوخر علينا النادي الهاوي والشركه. هذا مروان باغوري يوخر علينا، هو مورو ومامار كاع هادو الناس اللي راهم قابضين راس كاع يوخروا، كاع لونتوراج ستاف تكنيك كاع الناس وخر، هادو مافيا، هادو ناس تجار، هادو راهم يخدموا باسم تاع لاسب، راهم يخدموا بالاسم تاع لاسب، داروا الدراهم جابوا ولادهم يلعبوا في لاسب، هادي لازم صوفاتهم. هذا الوالي اللي يوخر علينا كاع هادو عار على جمعيه وهران. والسلام عليكم. واليوم شو تقول لنا الشيخ وادي؟ السلام عليكم. نشكر قناه الباهيه على هذه الالتفاته. انا واحد من المناصرين اللي دت الوقفه الاحتجاجيه على اليوم باش السيد الوالي يلتفت لنا ويبدل لنا هذه الاداره من الشركه حتى النادي الهاوي. هادو ناس عار على جمعيه وهران، هادو ناس خدموا بجمعيه وهران، هادو ناس داروا رزق بجمعيه وهران. حنا اليوم رانا نطالبوا السيد الوالي يلتفت لنا، يلتفت لهادو الانصار. نشكرهم على الوقفه تاعهم اليوم. والسلام عليكم. لي زونسيا جوار تاع جمعيه وهران اللي يولوا يخدموا في ليكيب. ياك حنا صرنا بروبليم واستشفاو فينا العديان. اولي 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 اولا الجمعية تلعب البولا. اولي 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 اولا في بيجا في بوق المشعولة. اولي 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 اولا الجمعية تلعب البولا. نسو بنت الدش وبالقاسم بن قرعة الله يرحم قوس عبد القادر سي قادر عمي ركي شرفوا وهران العام الجاي توما والمولودية الله يرحم قاسم بن ليبان جمعية حملة وخوة. اولي 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 مشعوله.